بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمة الجمهور والمرضى. اليوم احنا المباراة الرابعة في الكونسيرفا، الحمد لله معنا في انتصار يرجع معنويات جمعية ومعنويات محلية ومعنويات ريكو ومعنويات الأهلية ومعنويات ملاك النجم. نقول بالعافية كان ذا النجم يكون عافية، لكن تركنا أخطائنا. معنا الحمد لله اللي عجبني معنا طارق. أنا قلت في البداية وفي كل التحليل اللي لو تشوف التسلسل من مباراة النجم المتلوي إلى ملعب تونس إلى النجم الساحلي، قلت نقدم نقد بناء، واللي يشوف الحلقات هذه يشوف التحليل تلقى إنه النادي الفريق يحسن الكلام اللي قلناه. معنا قلنا نحن نحب نشوفه لما فريق يعمل أغلاط، مش عيب مثلا في السلام ونقول احتراف، نحن نعيشه في الاحتراف. الاحتراف لو كنت تعمل غلطة هذا كمدرب في هيئة مديرة، في ناس خاصة، في ناس رياضيين خاصين، في مدرب خاص عنده رؤية للمباريات باش يعطي الأخطاء للمدرب بكل مصداقية، ويحاول من الأخطاء هذه أن يعالج السلبيات للذهاب إلى الإيجابيات. وقلنا اللي يحب يخدم هو اللي يصلح الإيجابيات نتاعو للسلبيات، لأن للأسف ديما نقول عنا في تونس التشبث بالرأي، كما اللي يحب ديما يعمل أغلاط ويحب يقنع روحه اللي هو صحيح، وهذه نشوفه هذه سبب كافة في الكرة التونسية. لكن الحمد لله إن شفنا في النادي الفريقي ناس متطورة، ناس حلوة، جمهور وقف مع الفريق نتاعو ومع اللاعبين نتاعو رغم الهزيمة. معناها كنت تحدثت على المدافعين، وكنت من المحلية الرياضيين اللي تحدث على المدافعين، وفماش معناها ناس تحدثت على المشكلة بكثرة مدافعين، وكنت ينقص النادي الافريقي، قلت هناك بطء في بناء الهجمه، قلت نطير معاه مش قاعد يقوم ببناء الهجمه، قلت بالعيد مش قاعد يرجع المناطق الخلفيه. قدمت نقد للميكالي في مباراه النجمه في مباراه النجم الساحلي، وهذه السلبيات الحمد لله عالجها النادي الافريقي. لما نعطيه جزئيه المباراه معناها ببساطه، شفنا الميكالي قبل المباراه مغايره لمباراه النجم، انه شخصية الميكالي نعتبرها شخصية قوية لما تمر براه في الأسبوع وانتقادات ثم ترجع في مستواك، هذا الاحتراف، هذا المطلوب من اللاعبين. شفنا الميكالي في الشوط الأول والشوط الثاني كان مردود ثابت، كان في الهجوم وفي الدفاع، ثم الوليد العقربي يعني واحد من الناس عملت كيف لما نشوف لاعب من النادي الافريقي من أكاديمية النادي الافريقي من بناء جذور النادي الافريقي، لأن الرباعية بناء أبناء النادي الافريقي نحاولوا مع المجموعة دي، لأن مطير ولا مكاري ولا تجيبين مش نقوم بعد موسمين، نحاولوا ندعموا ويدافع يتعلموا منهم. وشفت العقربي معناه عجبني العقربي، أنا أعمل قدم للهجوم، عمل بناء هجمه صحيحه، سكر المناطق نتاعو، كان يخدم على الطرف الايمن بكثافه. الوليد العقربي حسب ما شفت تنقص بعض الجزئيات البسيطه، لو هناك اخصائيين يصلحوها باش نرقوا مدافع ايمن مش يكلفنا ولد النادي، مدافع ايمن ينجم يكون حتى في المنتخب بالخصال اللي شفناه. المفيد الخدمه العمل والعمل والعمل، كما يقول مثلا الماني اللي يعمل يبقى، ونقول ديما بيتو ترنيست بيتو شبيست، كيما تترنى كيما تلعب. والحمد لله حتى شفنا الاطار الفني كان في حوارات مع دائم متواصله مع المساعدين نتاعو، وهذه ما نعتبروه نحن تيم، لان في اللغه الالمانيه وفي كره القدم العصريه وفي كره القدم الاوروبيه طاقم كامل يخدم موش رائد واحد لنجاح الفريق. ثم بدايه الفريق نشوفوا تغييرات ثلاثه تبين انه المدرب يحب يربح، شفنا العقل في بدايه اللقاء، شفنا ساليبو في بدايه اللقاء، ثم شفنا البيت الجزيري يتحرك برشا يخدم معناها في بدايه اللقاء. نحكي النادي الافريقي كان يتحرك، نوري علاش تحرك النادي الافريقي. النادي الافريقي ضد النجم الساحلي ما تحركش، ثم بطء. لكن النادي الافريقي لما كان مقرب او ضعيفه في حوزه الكره، شفنا كيفاش النكادي يطلب الكره، وشفنا البيت العقل يطلب الكره، ثم شفنا نطير واتجاهي بالعيد اللي ما ختموش مع النجم الساحلي، تحركوا ضربوا الكره، وهنا الحلول نشوفوها، الحلول على الرواق الايسر ولا على الرواق الايمن، او الحلول اللي يحبها المدرب اللي هو وسط الميدان الدفاعي، ياخذ الكره ثم يبني الهجمه بتمرير العقربي. شفنا العقربي ديما يلقى اتجاهي بالعيد لما كان ياخذ الكره، تمريرات شفنا عرضيه على اليمين وعلى اليسار اللي حلت مناطق جربه وخلات دفاع جربه في معناها نقول تعب برشا في المباراه هذيا، لانه الدوابي نعتبره من اللاعبين اللي تحب
كان مردوده مستقر، كان مردوده شوف فما نضج تكتيكي على اربع مباريات نحن الزوادي قاعد يخدم. ثم صابر بن خليفه كما قلت هو رجل الشوط الاول، صابر بن خليفه من الناس الخدامه، من الناس اللي كنت حكيت عليه وقت هو في حمام، وقت هو في اعاره قلت لاعب هذا عنده خصال خدام، نحب جوار الخدام اللي يخدم يلقى جوار كركار عمره ما يلقى حاجه، اللي يخدم صابر بن خليفه خدام. شفنا صابر بن خليفة معناها تحرك برشا على الرواق الأيمن والرواق الأيسر، تعب برشا مدافع الأيسر مدافع الأيمن تاع جربة، تحرك في كل المناطق، وهذايا معناها نجاح النادي الإفريقي لما الفريق يتحرك، لما لاعب يكون في حوزة الكرة يلقى خمسة لاعبين ستة يطلبوا الكرة، بالطبيعة باش يكون المنافس باش يكون في وضعية صعيبة كبيرة، سواء جربة أو فريق آخر باش يلقى صعوبة، لأنه بعض الناس تقول لك جربة معناها فريق يعاني فريق قاعد يخسر، النادي الإفريقي كان في أريحية، لا لما يكون لاعب صحيح باش يطبق على جربة باش يطبق على الترجي باش يطبق على الجيش الساحلي باش يطبق على النادي الفارسي، المهم الحركة والمهم بناء الهجمة. هذا بالنسبة للشوط الأول. ثم في دقيقة 44 توديعة من الزوادي صابر يسجل بالراس، معناها نشوفوا في دقيقة 44 هدف ثاني جميل، ثم دخول الشوط الثاني القروي غالب الحارس المصطفى وتبدأ الضغط نتاع جربة، فريق سجل هدف على أرضه طمع في المباراة عمل سيطرة، رجع النادي الإفريقي لفترة 15 دقيقة جربة في ذات المباراة، لكن في دقيقة 65 يعود النادي الإفريقي بالسيطرة، محاولات عديدة عن طريق العقربي الميكالي الذوادي صابر في الأروكة، ونشوف 67 العقربي يتقدم ويعمل الهجمة، معناها نحب نوري العقربي يخدم على الشمال اليمين. في دقيقة 70 تبادل كروي قصير ياخذ صابر خليفة ويمرر تمريرة جميلة وليل الزبلاني يحط كرة هدف، معناها إن شاء الله معناها نعتني به المهاجم هذايا ونبنيه منه مهاجم. في دقيقة 80 يعود صابر بتمريرة ميكالي والميكالي وجه، معناها نحب نوري الأروقة خدمة. ثم كان النادي الإفريقي نحب نوري في دقيقة 90 العقل اللي بقاه في أي تسلل عند منطقة جربة في المنافس يعني في الهجوم، والعقل المدافع أي تركيز في دقيقة 90 يلعب الهجوم، هذا ما يفرهد مع الناس اللي تفهم الكرة. الفريق تحرك، الفريق لعب كرة معناها صحيحة، الفريق عمل ضغط، هذا ما معناها ما يخلينا نقولوا إنه معالجة الأخطاء ثم العمل على السلبية ثم تقييم اللاعبين كل فترة كل أسبوع، تقييم اللاعبين أسبوعيا شهريا حتى التدريب، نعرف نحن في ألمانيا اللاعب تدريب بعد التدريب كما تقييم التدريب بتاعه كيفاش تدرب، تدرب صحيح تدرب غلط أعطاه التدريب، هذه الحاجات اللي هي نجم نجح الفريق ونجم تقدم الفريق. المهم في هذه المقابلة ثلاثة نقاط خذيناهم، النادي الإفريقي يعود في السكة، اللاعبين بتاعوا اخذات الثقة، حلينا نوعا ما مشكلة المدافع الأيمن، حلينا مشكلة نطير بالأيدي ولا يخدموا هجوم ودفاع واللي بداوا يتأقلموا. ثم صابر بن خليفة نشوف القاعد يعود، الوليد الزغلاني معناها يجب نعطيه فرصة، ما نفكروش برشا في الأسماء الرنانة ولا المهاجمين لأنه العطاء مش الأسماء، معناها نتمناو المقابلة الجاية تكون فيها انتصار. شكرا للجمهور الرياضي، شكرا للجمهور الافريقي، ونحن فرحانين بهذا الانتصار، نتمنى الانتصار آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.